بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 17. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. قال رحمه الله تعالى في وجه آخر من المشابهة بين هذه الأمة وأهل الجحيم، قال تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. في آخر هذه الآيات قال: بيّن سبحانه وتعالى أخلاق المنافقين وصفاتهم، وأخلاق المؤمنين وصفاتهم، وكلا الفريقين مظهر للإسلام، ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق، والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم، وأمر نبيه بجهاد الطائفتين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة السابقة كنا في آخر الآية، وهي قوله تعالى: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. وصلنا إلى قوله تعالى: إن المنافقين هم الفاسقون. نعم. فالله جل وعلا حصر الفسق في المنافقين، والفسق معناه الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهم خارجون عن طاعة الله نهائيا، وإن كانوا يتظاهرون بطاعة الله في الظاهر فهذا لا يفيد شيئا، يقولون بأفواههم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، والله يشهد إنهم لكاذبون. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فلذلك حصر الله الفسق فيهم. إن المنافقين مؤكدا بإن، إن المنافقين هم الفاسقون، أي لا أحد أفسق منهم، فهم أفسق من الكفار الأصليين، لأن الأصليين وإن كانوا فساقا عن أمر الله جل وعلا إلا أنهم أظهروا ذلك وصرحوا به، فكان المسلمون على بينة من أمرهم، لكن هؤلاء خدعوا المؤمنين فأظهروا الإيمان والإسلام وهم في الباطن أعداء للمؤمنين وأعداء للإسلام، فلذلك صار فسقهم أشد من فسق الكفار الأصليين. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعدما ذكر صفات المنافقين ذكر صفات المؤمنين، فقال: والمؤمنون والمؤمنات. انظر إلى المقابلة، هؤلاء سماهم المنافقون المنافقين والمنافقات، ولم يقل المؤمنين والمؤمنات، مع أنهم يتظاهرون بالإيمان، لأن العبرة ليست بالمظاهر ولكن العبرة بالحقيقة، فلم يعطهم اسم الإيمان وإنما أعطاهم اسم النفاق، وقال: والمؤمنون والمؤمنات، الذين استوى ظاهرهم وباطنهم في الصدق مع الله جل وعلا، هؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات. والإيمان هو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح،
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهذه صفة هؤلاء. ولذلك قال والمؤمنون والمؤمنات، يعني أن الإيمان، أن أهل الإيمان يكونون من الرجال ويكونون من النساء، ففي هذا إعطاء المرأة مسؤولية عظيمة نحو دينها، وأنها مثل الرجل في هذا، فهي إما أن تكون كافرة أو مشركة، وإما أن تكون منافقة، وإما أن تكون مؤمنة، فلتنظر لنفسها أي مكان هي فيه. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذا في مقابل قوله في المنافقين بعضهم من بعض، لم يقل المنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض، وإنما قال بعضهم من بعض، يعني يشبه بعضهم بعضا في الكفر والنفاق والكذب، ولا يتولى بعضهم بعضا، وإنما هم أعداء فيما بينهم، لأنهم لا يجمعهم دين ولا ينضون تحت عقيدة، فهم أعداء فيما بينهم. أما المؤمنون فإنهم بعضهم أولياء بعض بالمحبة والنصرة والتعاون على البر والتقوى، ويتألم بعضهم لألم بعض، ويسر بعضهم لسرور الآخر، هذا معنى الأخوة الإيمانية، بعضهم أولياء بعض. وفي ضمن ذلك قطع الولاية بينهم وبين المنافقين والمنافقات والكافرين والكافرات، بعضهم أولياء بعض، هذه صفة صفاتهم، أن بعضهم يتولى بعضا بالمحبة والنصرة والتعاون والمشاركة في الآمال والآلام، كما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، بعضهم أولياء بعض، هذه صفة. الصفة الثانية يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أما المنافقون فهم بالعكس يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، والمعروف المراد به كل ما أمر الله به، سمي معروفا لأنه تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة، والمنكر كل ما نهى الله عنه سمي منكرا لأنه تنكره العقول والفطر، يأمرون بالمعروف، فهم يأمرون بما أمر الله به أو أمر به رسوله، وينهون عن المنكر وهو كل ما نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم دعائم الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا في الحقيقة داخل في قوله تعالى بعضهم أولياء بعض، لأن من موجب الولاية فيما بينهم أنهم يتآمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر، لأنهم يحرصون على ما ينفع الجميع ويتجنبون ما يضر الجميع، ولا يقتصر أحدهم على نفسه فقط، وإنما يحرص على ما ينفع إخوانه ويدفع الضرر عنهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه صفات المؤمنين. وأما ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه من صفات المنافقين، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة، هذا من صفاتهم أنهم يحرصون على إقامة الصلاة فرضها ونفلها، يقيمونها، ما لم يقل يصلون بل قال يقيمون الصلاة، لأن المقصود إقامة الصلاة، وذلك بأن يؤتى بها قائمة على أركانها وواجباتها وشروطها وخشوعها
هذا هو المقصود من الصلاة، أنهم يقيمونها كما أمر الله جل وعلا بذلك، وليس المقصود مجرد الركوع والسجود والقيام والقعود. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الركن الثالث من أركان الإسلام الزكاة، وهي قرينة الصلاة. فمن علامة الإيمان أنهم يؤتون الزكاة، من صفات المؤمنين، بمعنى أنهم يدفعون زكاة أموالهم التي أوجبها الله عليهم حقا للسائل والمحروم. وأولئك المنافقون على العكس، لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال الله فيهم ويقبضون أيديهم، يعني عن النفقة. أما المؤمنون فإنهم يبسطون أيديهم بالنفقة في طاعة الله، لا سيما إخراج الزكاة، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذا تعميم بعد تخصيص، فيطيعون الله فيما أمر ويطيعون رسوله فيما أمرهم، ويتركون ما نهى الله عنه ورسوله. هذه صفات أهل الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ثم إن الله سبحانه وتعالى ذكر جزاءهم، قال أولئك سيرحمهم الله، لأنهم أتوا بأسباب الرحمة، أتوا بأسباب الرحمة، فالله وعدهم بالرحمة، فالله لا يخلف وعده سبحانه وتعالى. فإذا قاموا بهذه الصفات فإنهم جاءوا بأسباب الرحمة، والله وعدهم بذلك، والله لا يخلف وعده. أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز يعني قوي حكيم، يضع الأمور في مواضعها، فيضع الثواب في من يستحقه، ويضع العقاب في من يستحقه، ولا يعذب من لا يستحق العذاب، ولا يثيب من لا يستحق الثواب، بل هو يضع الأمور في مواضعها. نعم. فأولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. وأيضا هو عزيز لا يعجزه شيء، فإن بعض الناس أو بعض الخلق وإن أراد أن يعمل شيئا لكنه قد يعجز، أما الله جل وعلا فإنه لا يعجزه شيء. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. لما ذكر جزاء المنافقين هناك قال والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم، نار جهنم هذا جزاؤهم. وعد الله المنافقين والمنافقات نار جهنم خالدين فيها، يعني باقين إلى الأبد، لا يخرجون منها ولا يخفف عنهم العذاب، بل هم أشد أهل النار عذابا، لأنهم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، خالدين فيها. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار الأصليين نار جهنم خالدين فيها، يعني باقين إلى الأبد، هي حسبهم، أي كافيتهم، كافيتهم في العذاب، كافيتهم في الآلام والأحزان والمصائب. ليس بعد النار شقاء والعياذ بالله، ليس بعد النار عذاب، ليس بعد النار تعب. وكل الهموم وكل الأحزان وكل الآلام والأوجاع كلها تجتمع في النار، هي حسبهم. وأشد من ذلك لعنهم الله، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته، فلا مطمع لهم في رحمة الله،
فإن المؤمن العاصي وإن دخل النار فإنه يطمع في رحمة الله، في أنه يخرج من النار ويدخل الجنة، كما صحت بذلك الأدلة. أما هؤلاء فقد لعنهم الله، يعني طردهم وأبعدهم من رحمته، فلا مطمع لهم من الخروج من النار. ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، عذاب مقيم يعني دائم أبدا لا يستريحون منه ولا يخفف عنهم، فهو عذاب ومقيم أيضا. قد يكون العذاب ساعة أو أياما أو سنين ثم يزول، لكن هؤلاء عذابهم مقيم لا يرجون منه خلاصا أبدا والعياذ بالله. حتى ولو كان العذاب يسيرا إذا كان دائما فإنه شديد، فكيف إذا كان العذاب شديدا ودائما؟ فالأمر أشد والعياذ بالله. في مقابل ذلك قال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، جنات، ولم يقل جنة بل قال جنات، يعني جنات متعددة ومتنوعة وواسعة. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات، وفي هذا دليل على أن المرأة كالرجل في العمل الصالح والعمل السيء والجزاء عند الله يوم القيامة، وإن كانت تختلف عنه في الدنيا بخواص تليق بها، فإنها في الثواب والعقاب هي مثل الرجل وشريكة الرجل. جنات تجري من تحتها الأنهار، والجنات جمع جنة وهي الشجر الملتف والخضرة النضرة، سمي جنة من الاجتنان وهو الاستتار، لأنها ملتفة تستر ما وراءها بشجرها وخضرتها. جنات تجري من تحتها الأنهار زيادة في النعيم، فهي جنات خضرة ومناظر جميلة، وتحتها أنهار جارية مما يمتع الأبصار ويفرح النفوس. تجري تحتها الأنهار. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، يعني ليس إقامتهم فيها مؤقتة حتى يحزنوا من الرحيل، وإنما تقر أعينهم بأنهم لا يخرجون منها ولا يموتون ولا ينتقلون منها ولا يبغون عنها حولا، يعني لا يملون منها. فإن العادة أن الإنسان إذا أقام في المكان فإنه يمل، لكن هؤلاء لجمالها ولرونقها وللذتها لا يبغون عنها حولا، خالدين فيها ومساكن طيبة. مساكن طيبة في جنات عدن، جعل الله لهم مساكن يسكنون فيها هم وأزواجهم وذرياتهم، يسكنون في هذه المساكن، مساكن طيبة ليست مساكن مؤقتة أو مساكن بسيطة يعني مساكن محل إقامة يسيرة، وإنما هي مساكن طيبة ولا يعلم صفتها إلا الله سبحانه وتعالى. فهي طيبة من جميع النواحي، طيبة من ناحية بنائها، وطيبة من ناحية رائحتها، وطيبة من ناحية سكانها، طيبة من جميع النواحي. في جنات عدن، هذه المساكن في جنات عدن، والعدن مع الإقامة، يقال عدن في المكان إذا أقام، فهم مقيمون فيها أبد الآباد في جنات عدن، ذلك هو الفوز العظيم. فختم الله جزاءهم بقوله ذلك، أي ما هم فيه من النعيم المقيم والجنات والسرور هو الفوز، والفوز هو النجاة من المحذور، فهم فازوا يعني نجوا من الهلاك، ذلك هو الفوز العظيم الذي لا أعظم منه. نعم.
ثم قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. والشاهد من هذه الآيات أن نستخلص منها صفات المنافقين وصفات المؤمنين. المؤمنين نعم. وصفات المؤمنين، ونعرف الفرق بين صفات الفريقين. وذكر الله فيها جزاء المنافقين وجزاء المؤمنين، ونعرف الفرق بين الجزائين. وهذا مما يحث المؤمن على الإيمان وعلى تجنب النفاق. نعم. قال رحمه الله: بيّن سبحانه وتعالى في هذه الآيات أخلاق المنافقين وصفاتهم، وأخلاق المؤمنين وصفاتهم. نعم، كما ذكرنا. وكلا الفريقين مظهر للإسلام. كلا الفريقين مظهر للإسلام، لكن المؤمنون مظهرون للإسلام حقيقة ظاهرا وباطنا، وأما المنافقون فهم يظهرونه في الظاهر ويبطنون خلافه وضده. نعم. ووعد المنافقين المظهرين للإسلام مع هذه الأخلاق، والكافرين المظهرين للكفر نار جهنم. نعم، لم يفرق بين المنافقين مع أنهم يدعون الإسلام وبين الكفار، لأنهم كفار في الباطن، وإن تظاهروا بالإسلام في الظاهر فالعبرة ليست بالمظاهر، وليست العبرة بالخداع والمكر، وإنما العبرة بالحقائق والصدق مع الله سبحانه وتعالى. فهم صاروا مع الكفار، لا فرق بينهم، وإن كانوا تسموا بالإسلام. فالتسمي بالإسلام لا يفيد شيئا، وهذا مما يرد به على الذين يقولون يكفي أن المسلمين يسمون بالإسلام، ولا يقال هذا مؤمن وهذا من أهل السنة والجماعة وهذا مستقيم وهذا على مذهب السلف، بل يقولون يكفي تسمي تحت مظلة الإسلام، وإن فعل الإنسان واعتقد ما اعتقد من الإلحاد والكفر يكفي أنه يتسمى بالإسلام. فهؤلاء المنافقون تسموا بالإسلام، وصلوا وصاموا وخرجوا في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم ينفعهم ذلك، لم ينفعهم التسمي بالإسلام لما لم يكن هذا حقيقة، ولم يكن هذا عن صدق مع الله سبحانه وتعالى. نعم. قال: وأمر نبيه بجهاد الطائفتين. ثم أمر الله نبيه بجهاد الطائفتين، الكفار والمنافقين. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، والخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم. ومن كرامته على الله أنه لا يناديه باسمه، وإنما يناديه باسم النبي، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ولم يناده أبدا بقوله يا محمد، إكراما له صلى الله عليه وسلم. بينما كان ينادي الأنبياء قبل بأسمائهم، يا موسى، يا عيسى، الله ينادي الأنبياء الأولين عليهم الصلاة والسلام بأسمائهم، يا إبراهيم. أما هذا النبي فإن الله لم يناده باسمه أبدا، وإنما قال يا أيها النبي، يا أيها الرسول. وإذا جاء الخبر عنه فإنه يسميه باسمه، محمد رسول الله والذين معه وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. فإذا جاء الإخبار عنه ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم، وإذا نودي فإنما ينادى باسم النبوة واسم الرسالة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسلاح، والمنافقون يجاهدون بالحجة والبيان والرد على شبهاتهم، لأن المنافقين شغلهم الشاغل هو الطعن في الإسلام والمسلمين دائما وأبدا. فيجب على النبي وعلى أتباع النبي عليه الصلاة والسلام أن يكونوا بالمرصاد لهؤلاء المنافقين، يردون شبهاتهم ويدمغون حججهم ويبطلون كيدهم. وكم في القرآن من الآيات التي ترد على المنافقين وتفضح المنافقين وتبين كيدهم ومكرهم وخداعهم للمسلمين. فهذا هو الجهاد، بجهاد المنافقين بالحجة واللسان، ولا يقاتلون بالسلاح لأنهم يظهرون الإسلام. أما الكفار الأصليون فإنهم يقاتلون بالسلاح إذا لم يقبلوا الدعوة، يدعون إلى الله أولا، فإن استجابوا فالحمد لله،
وإلا فإنهم يقاتلون لئلا ينشروا الكفر في الأرض، ولئلا يصدوا عن سبيل الله، ولئلا يضايقوا عباد الله المؤمنين ويتطاولوا عليهم. جاهد الكفار والمنافقين، ثم قال واغلظ عليهم، يعني لا تتساهل معهم أو تلين في القول معهم ما داموا أظهروا العداوة لله ولرسوله، فإنهم يغلظ عليهم ويوبخون لأجل كف شرهم وقمع عنادهم. ومأواهم جهنم، مأواهم أي مقرهم ومصيرهم المحتوم الذي ينتظرهم جهنم، وهي النار والعياذ بالله. والنار تسمى بأسماء، جهنم وسقر والهاوية والقارعة تسمى بأسماء، فمنها جهنم. وقد اختلف العلماء في جهنم هل هو اسم أعجمي أو عربي، الله أعلم. المهم أن هذا من أسماء النار والعياذ بالله. ومأواهم جهنم وبئس المصير، بئس المصير مصيرهم الذي ينتهي أمرهم إليه، والمستقبل الذي يصيرون إليه فمستقبلهم النار والعياذ بالله. وإن تمتعوا في الدنيا واستطالوا في الدنيا فإن هذا يزول عما قريب سوء المصير وسوء المنقلب. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، ذهب المؤلف رحمه الله يبين فرق الناس بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأصناف، مؤمن ومنافق وكافر، ومضى في بيان تلك الآيات التي تلوناها وشرحها الشيخ. ندع ذلك إن شاء الله للقائنا القادم، ونستودعكم الله على أمل يتجدد اللقاء، ونشكر لكم حسن استماعكم كما نشكر لشيخنا ما تكرم به من البيان. هذه تحية في الختام من مهندس الصوت زميلي يحيى عبد الله إبراهيم، حتى نلقاكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.